جاهز؟ يلا. اليوم الدرس اللي دايفرام، بدنا دايفرام ينقسم قسمين، ماسكولار بارت وتندنس بارت. الماسكولار بارت هذا الجزء كله، والتندنس بارت هذا الجزء السفلي الغشائي. هذا الغشاء، هذا التندنس، هذا التندنس، وهذا كله المسكولار. شفت الصور هنا؟ هذا المسكولار بارت، هذا التندنس بارت. المسكولار بارت ينقسم قسمين، ثلاث اقسام، اللي هو الكونستال بارت، الاسترنال بارت، واللمبر بارت. بالنسبه للكونستال بارت، هذا الجزء اللي بين الاضلاع، هذا اللي بين الاضلاع كله. يعني اذا اجى التاشير هنا، هذا كوستال بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. هنا اي جزء هنا يجي كوستال بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. زين، الجزء الثاني الاسترنال. الاسترنال بما انه هذا عظم القصر الاسترنال، اذا هذا هو هذا الاسترنال بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. اوكي، عندنا الجزء الثالث اللي هو هذا الجزء العضلي، هذا اللمبر بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. لمبر بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. وقلنا ثلاث اقسام ينقسم، كوستال اللي هو هذا كله، والاسترنال اللي هو هذا، وال اللمبر بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام. تعال سريعه، اللي هو قلنا ينقسم ماسكولار بارت وتندنس بارت، هذا الغشائي. والماسكولار بارت ينقسم ثلاث اقسام، كوستال، استيرنال، ولمبر. عندنا تو كروره، رايت كروره وليفت كروره. الرايت كروره هذه امتداد هذا من القط، هذا كله، هذا حد هنا، هذه رايت كروره، هذه حد هنا رايت كروره، هذا جزء، هذا ليفت كروره، رايت كروره حد هنا، هذا كله، وهذا هاي هنا ليفت كروره. تو كروره عند دايفرام، رايت كروره اند ليفت كروره. اوكي، هسه عندك الهيتس. الهيتس عندنا ثري هيتس، عندك اورتيك هيتس، وعندك الاسوفيجيال هيتس، والكاودال فينا كابا فورامين. الاورتيك هيتس هذه اكبر شيء، هذا كلش كبيره واضحه يعني كلش، هذه اورتيك هيتس. اوكي، هذه الفتحه. عندنا الثانيه هذه شوفها، هذا الاسوفيجال هيتس، وهذه كاودال، كاودال فينا كافا هيتس، فورامين، سوري، اورتيك هيتس، اسوفيجال هيتس، كاودال فينا كافا فورامين. العاده سريعه للدايفرام، عندك تو بارت، ماسكولار بارت، عاده سريعه للدايفرام، ماسكولار بارت وتندنس بارت، هذا الجزء الغشائي. الماسكولار بارت ينقسم ثلاث اقسام، اللي هو كوستال واسترنال لومبر. الجزء الكوستال هذا كوستال بارت اوف ماسكولار بارت اوف دايفرام، هذا بين الاضلاع، هذا عظم القصر الاسترنال، هذا الاسترنال بارت، وهذا اللومبر بارت، الجزء العضلي. شباب حيل تو منو قال كروره.